بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب. يتجدد لقاؤنا معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البرواز. في كل حلقة نبرز ملفا أو قضية أو شخصا ألف الناس أن ينظروا إلى هذا البرواز، والبرواز هو صورة لضمائرنا. لم نعد أبدا أن يعرض البرواز دائما صورة جميلة، فقد يعرض أحيانا صورة دميمة، وقد يعرض أحيانا صورة قبيحة، وقد يعرض أحيانا صورة مبتورة أو شائهة. توعدنا مع المشاهدين لا على أن نقدم لهم صورة زائفة، وإنما توعدنا معهم أن نقدم لهم صورة حقيقية، نجتلي صورتنا في المرآة كما هي دون مكياج. وبالتالي لنا أن نتوقع أن بعض الحلقات تتضمن في البرواز صورة معجبة جميلة تروق الناظرين، وبعض الحلقات الأخرى قد تتضمن صورة قميئة ينفر منها الناظرون على حسب تقلبات وتحولات المجتمع المصري والعربي. في برواز الليلة ما زلنا في رحلة الإبحار مع الكاتب الروائي الكبير الأستاذ أشرف الخميسي. ثنائية الشك والإيمان في أعمال أشرف الخميسي، رصد روايات أشرف الخميسي الذي ما زلت أعتبره وأقولها للمرة الثانية كما قلت في الحلقة الأولى، ما زلت أعتبره أهم كاتب روائي في مصر الآن، بمقياس نسب المقروئية، بمقياس نفاد الطبعة الأولى والثانية من أعماله، بمقياس إقبال الشباب والشرائح العمرية الصغيرة لاقتناء روايات الخميسي. كثير من الاعتبارات والمؤشرات تقطع بأن أشرف الخميسي من كتاب الصف الأول مصريا وعربيا. إبحارنا معه الليلة سيكون مختلفا بالتأكيد. الكلام عن تصوير شخصية الملحد في الحياة، الكلام عن ثنائيات الشك والإيمان في الحياة، قضايا شائكة تعرض لها الخميسي وتعرض لها غيره بالمناسبة من الكتاب. سنحاول أن ننظر إلى الفروق بين منظوره لهذه القضية ومنظور غيره من الكتاب. تصاحبنا تباعا بعض أغلفة رواياته، ورواية مناف الرب أنا في تقدير الخاص أنها كانت التدشين الحقيقي أو بطاقة التعارف الحقيقية بين الخميسي والشريحة الواسعة من القراء. تعرض أشرف الخميسي في هذا العمل لما أسماه هو قضية خلاص الروح. قضية خلاص الروح، كيف يمكن أن يصل الإنسان من الشك الممزق إلى الإيمان المطمئن؟ كيف يمكن أن يعبر إلى الضفة الأخرى بإيمان واثق مطمئن؟ حجيزي بطل مناف الرب هو كل إنسان باحث عن الحقيقة الإيمانية الكبيرة، هو كل إنسان متأمل في الكون. نتعرض أيضا لبعض أعماله الأخرى، وخصوصا روايته انحراف حاد، وهي من الأعمال التي صورت في واقع الأمر قضية الإيمان والإلحاد بطريقة أخرى. طبعا جو العظيم من الأعمال التي رصدت تحولات المجتمع المصري، وسنبقى أو سيشغل هذا التحول جزءا من الحوار. طبعا في غنى عن أن أقول لكم إنه الفيسبوك منذ ساعات متشح بالسواد، متشح بالسواد، ولا نستطيع أن ننفصل عن حالة الحزن العام بسبب واقعة الكمسري الذي ألقى بشابين أو أجبر شابين أن يقفزا من القطار. الحقيقة إنه في حالة اتشاح بالسواد، في حالة حزن تظلل الفضاء الأزرق، لا نستطيع أن نغض الطرف عن هذا الحراك السوسيولوجي والاجتماعي الذي يحدث، خصوصا إنه في مناف الرب وانحراف حاد وجوء العظيم وضارب الطبل وغيرها من أعمال أشرف الخميسي كان معنيا بقضية تحولات المجتمع المصري والعربي، وقد رأى في كثير من عناصر هذه الرؤية أنها كانت تحولات شائهة إلى الأسوأ.
الواقع أنه رجل كمصطفى محمود مثلا المفكر الكبير الراحل تحدث في أكثر من 80 كتابا عن قضية الشك والإيمان، تحدث عنها بمنظور فلسفي فكري أحيانا، تحدث عنها بمنظور فني أحيانا. ومصطفى محمود طبعا ربما كان من المفكرين الذين دشنوا بذرة هذه الفكرة، فكرة ثنائية الشك والإيمان في الفكر العربي الحديث. بالتأكيد طبعا أغلفت كتب مصطفى محمود تابعها كثيرون حتى في المولات عند باعة الصحف. الحقيقة أنه جماهيرية مصطفى محمود تتجدد في هذه المساحة، وأظن أنه سجالات وانشغالات أشرف الخميسي ليست بعيدة عن هذه السجالات أو عن هذه المساحات. عبر أكثر من 80 كتابا قلب الراحل مصطفى محمود قضية الشك والإيمان على كل وجه. هل ينبغي أن يكون الإنسان متعاملا مع العالم بقلب صوفي وبعين فنان وبتجربة أو معمل عالم؟ كيف يستطيع أن يجمع بين هذه العناصر والمكونات؟ من المؤكد أن إطلالة الخميسي على أعمال مصطفى محمود ثم تيمات وموضوعات الخميسي في رواياته ستشكل جزءا من هاجس هذه الانشغالات، كما أن طرح شخصية الملحد في الفن الحديث حتى في السينما، نستطيع أن نقول إنه فيلم كفيلم الإخوة الأعداء مثلا للراحل حسام الدين مصطفى كان جزءا من هذه السجالات. حوارات ممتدة مع أشرف الخميسي الذي يفجر تقريبا بكل كتاب معركة، ويفجر بكل بوست معركة، ويفجر بكل مقالة معركة. ومعارك أشرف الخميسي من النوع الاجتماعي، من النوع الوطني، من النوع العربي. قراءة وإبحار في فكر أشرف الخميسي من خلال نصوصه الروائية. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، وما زلنا في رحلة الإبحار في فكر وعقل الروائي الكبير الأستاذ أشرف الخميسي. وأسلمتنا قاطرة الرحلة إلى الجزء الثاني من هذا الحوار، روايات أشرف الخميسي، الفضاء القصصي عند أشرف الخميسي، علاقة أشرف الخميسي بالسينما، ثنائية الشك والإيمان أو الإلحاد والإيمان في أعمال الخميسي. نجدد الترحيب بالروائي الأستاذ أشرف الخميسي، أهلا بك ومرحبا. أهلا، أهلا بحضرتك، أهلا بك. أنرت للمرة الثانية برنامج البرواز وقناة الصحة والجمال. ده من محبتك، شكرا. أستاذ أشرف، يعني تواصلت كثير من الملاحظات بعد الحلقة الماضية، وكان أكثرها الحمد لله ملاحظات إيجابية بفكرة الطرح الجسور الذي لا يعرف فكرة التلون أو الحربائية، بفكرة الطرح الواضح، ما فيش مناطق رمادية، في وضوح في الطرح والقضية. تشغلك دائما تحولات المجتمع المصري في معظم أعمالك، أو نقول في كل أعمالك، من أيام الفرس ليس حرا. بالمناسبة، هل ما زال الفرس ليس حرا؟ ما زال الفرس ليس حرا. طب إحنا يعني الحقيقة إنه في حز من الألم يوجع معظم الناس الآن بعد واقعة الكمساري الشهيرة، لأنه يفصلنا عنها ساعات، ويبدو أنه في حالة عامة من الاتشاح بالحزن والسواد والجنائزية. رد الفعل المستفز أو الطريقة المستفزة في التعامل، يعني تمن تذكرة 70 جنيه تساوي حياة فردين. والله هو إحنا عندنا مشكلة كبيرة، سلوك الشعب المصري أصبح بيعاني. السلوك ما عادش سلوك حضاري. عندنا أزمة عويصة في التعامل بيننا وبين بعض. قبل ما نتكلم عن أي ضغوطات عليا ولا ضغوطات مجتمعية، ضغوطات سياسية أو حاجات يعني مواكبة للظرف الراهن بتاعنا، احنا عندنا بقت في مشكلة. معرفش هل هي دي نتيجة
الافلام والمسلسلات اللي بقت تتكلم عن البلطجه وتطلع وتبرز صوره البلطجي بشكل مغري. هل برضو عندنا مشكله تانية؟ المواطن المصري دلوقتي لما بيبقى في مركز او في مكان بتاع عمل حكومي او غير حكومي حتى بقت المشكله بتاعته ان هو زي يمارس سلطه. مش عارف ليه كل مواطن دلوقتي اصبحت المساله عنده انه يمارس سلطه. اي موظف في اي مكان هو ما بيتعاملش مع المواطن المصري اللي قدامه عليه له اخوه او مواطن زيه زيه او اي حاجه زي كده. لا، كل موظف في مكان او كل حد يعمل في مكان بيخدم من خلاله الشعب يضع نفسه في محل سلطه مش في محل خدمه. فدي مشكله كبيره. يعني انت بتنظر للواقعه من زاويه ان هذا الكمسري اراد ان يباشر سلطه. اذا نظرنا الى كل حد موظف بيقدم خدمه حاليا في المستشفيات، في المرور، في اي مؤسسه حكوميه انت بتلجا ليها عشان تنهي طلب ما، تلاقي ان الموظف ما بيتعاملش معاك كانه كرجل يمارس بيقدم ليك خدمه وانت رفيقه في هذا الوطن، انما تلاقيه دايما يمارس سلطه، يتعامل معاك بالشخط وبالنطر ويركنك ويعطلك. حادثه الكمساري بتاعت النهارده هي ماشيه في نفس في نفس النهر اللي في نفس المنحنى الحاد اللي هو انا مش عارف احنا كشخصيه مصريه رايحين فين. عندنا ازمه تانية دلوقتي هي ايه؟ ان الحدث ده كان ممكن زمان ما حدش يحس بيه، يعني هو حدث يجري وهو حادثه في النهايه حادثه يعني واحده، مش كل شويه الكمساري بيرمي الناس. لكن احنا عندنا دلوقتي في حاجه خطيره جدا اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، اسمها الفيسبوك، اسمها تويتر، اسمها كذا. الحادثه بتتحط تحت الاضاءه فكله بيتكلم فيها فبتبقى مشكله. لذلك علينا احنا بنقول ان احنا الشعب المصري شعب عظيم، وهو حقيقي شعب عظيم، شعب حضارة كبيرة بتاع 7000 سنة، لكن الشعب العظيم ده يجب أن يبرز أفضل ما فيه، مش في الوقت لما يكون الوقت الكويس، يعني مش لما يكون الوقت مريح وجميل. حضرتك شايف يا أستاذ أشرف أنه هذه الحادثة أبرزت أسوأ ما فينا؟ والله هي إن شاء الله يعني ما أعتقدش في أسوأ من كده. يعني أنا شايف أن حالة السوء لا تطال الكمساري فقط، أن كمساري يعني يفتح الباب باب القطار وهو يتحرك ويأمر الشابين بأن يلقيا يعني بجثتيهما على نهر الطريق، هذه كارثة إنسانية. يعني لو هذا الكمساري داخله شيء من النخوة، على الأقل ينزله من المحطة اللي جاية. يعني ما الداعي لأن يجبر الشابين أن يلقيا بأنفسهما من هذه واحدة. الأمر الثاني الركاب يا أستاذ أشرف، يعني هذه المشاهدة الصامتة ألا ترعبك؟ لا هو يعني يعني يقنعون بالمشاهدة ويتلذذون بالفرجة والمتابعة. تمام. هذه كارثة أخرى. الأمر الثالث يعني ردة فعل الشابين، يعني كيف قبل بهذا؟ تمام، لما نرجع للحادثة هنلاقي أن الشابين دول من الباعة الجائلين في القطر. دايما الناس في القطر ما بتتفاعلش مع الباعة الجائلين، وخاصة في القطر اللي هو الفي اي بي أو في القطارات اللي هي المستوى العالي، على أساس أنه بيعتبر أن ده دخيل في ده، والمفروض ان انا مشتري تذكرة عشان ابقى مرتاح وهادي وقاعد كويس، فازاي يخش الباعة الجائلين. الباعة الجائلين من ضمن سلوكهم المؤسف للأسف برضو عشان يبقى الكلام واضح، ما هو ده برضو البائع المتجول هو واحد في النهاية برضو من جمهور الشعب المصري، عنده استعداد انه يعمل الحركة دي على انه يدفع التذكرة، يعني استعداد انه هو يفتح، لان برضو في النهاية الكمساري ما فتحش فعلا الباب وراح زقه، انما هو قال له خيره زي ما بيتقال، هو خيره يدفع تذكره يا اما تنزل المحطه جاي او يا اما ده تخيير انساني يا استاذ. لا هو طبعا في النهايه ده مش تخيير انساني، ده بالعكس، ده لو هو فتح الباب عشان يقفز المفروض يمسكه ويقول له لا ما مش هيحصل ده، انا اسلمك للشرطه ومش هتقفز من الباب. لكن للاسف هو في شيء اصبح ما هواش جيد في الشخصيه المصريه. هتتفرج على ده في الشارع، يا ريت في القطر بس، امشي في الشارع وشوف ازاي سلوك الباعه سلوك اصحاب المحلات. بس هنا يا استاذ اشرف انت حضرتك حذرت من حاله العنف المتناميه في الشخصيه المصريه، يعني انت لو استعدت بالذاكره ما كتبته مثلا في انحراف حاد، الطريقه التي تخلص بها خميس من زوجته نوال كان فيها حده، كان فيها ساديه، كان فيها عنف. تمام. لدرجه انه يقضم جزءا من لحمها. انت صورت مشهد سادي. تمام. انه الزوج
حتى وإن كان مغدورا، يعني الزوج المغدور يوقف زوجته أمامه ويقضم جزءا من لحمها، وكأنك بعين زرقاء اليمامة يعني بتخمن أن الشخصية ستذهب إلى مساحات من العنف غير المسبوق في تطورات الشخصية المصرية. أنت أرهصت بده؟ والله هو العنف الغير المسبوق موجود في الشخصية في مع الإنسان منذ أن خلق. هتلاقي العنف دايما موجود، إنما احنا بنتكلم على أن فعلا احنا دلوقتي في مصر أصبح في ما هوش العنف اللي كنا بنخجل يعني يمارسه الإنسان ويخجل منه، لا دلوقتي أصبح العنف كأنه عرف. يعني إيه؟ أنا بعمله ومش من حقك أنك تكلمني فيه. أنت تمشي بعربيتك في شارع تكملة للكلام سوبر ماركت سادت فيه الطريق، تنزل تكلمه تلاقي الناس المواطن اللي ماشي يقول لك يا عم في ايه، لمجرد انك انت سايق عربيه مثلا ويتحطف. فالطريقه عندنا بقت فيها مشكله. وانا ارى ان برضه عشان الناس ما يعني انا متاكد ان في حد دلوقتي بيسمعني ويقول لي الله طب ما هو يعني ده نتيجه ايه؟ ما هو نتيجه ان في سلوك خطا من حكومه ومن وحاجات كتير، هو ده اللي بيوصل او اللي بيوصل المواطن لمرحله ان هو يمارس السلوك العنيف ده. حضرتك عشان نعود مره اخرى الى فضائك القصصي، صورت مساله المتابعة الصامتة أمام الكوارث والفواجع، المتابعة الجماعية الصامتة، إنه ما حدش بيتدخل، ما حدش بيدافع عن مظلوم أو مهيض أو وأظن إنك صعدت ده ووصل إلى الذروة في رواياتك جول عظيم. لأنه جول عظيم عبارة عن أناس يعيشون بين أظهرنا، يستقلون مركبا ويحلمون بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، إلى الريع وإلى الربح وإلى أوروبا وإلى فرصة العمل وإلى العقد الذي ينتظرهم على ضفة الشاطئ، ثم تتبخر الأحلام وكأنك تجعل من هذه السفينة بروفة أو شكل رمزي لمصر. كل اللي على ظهر السفينة هم التيارات والأطياف اللي موجودة داخل مصر. حالة السلبية المجتمعية التي تركت هؤلاء ينتهبهم قاع المياه هي نفسها حالة السلبية التي نجدوها في الشارع المصري الآن؟ تمام. في جول عظيم ما كانش فيه حالة سلبية بمعنى حالة سلبية كل الأفراد فيها، لا احنا كان عندنا مجموعة كبيرة جدا بيتحكم فيها أو بيحركها اللي هم الإيجابيين اللي فوق، اللي هو مثلا المثقف في الناحية بتاعت الثقافة، والسلفي في الناحية بتاعت التيار الديني اللي هو بيبقى متشدد، وده بيتجاذب ده وده بيتجاذب ده، وهم فعلا تاني بيتحركوا في الاطار الايجابي بس بشكل سلبي. يعني انت لما تروح تبقى من ضمن القطيع اللي هو ماشي مع ده من غير ما تبقى تفاهم ده ماشي بيك فين، ولما تبقى ماشي مع ده من غير ما انت تبقى فاهم ماشي بيك فين، دي مشكله. دي نتيجه يعني هنا يا استاذ اشرف رمزيه ان يختلف مع خصمه او مع خصمه وان يستأصل خصمه حتى وان غرقت السفينه، دي مشكلة كبيرة. ما هي دي مشكلتنا حاليا اللي احنا بنعاني منها. يجب ان يكون في خصوم. هي مسألة فكرة ان يبقى العالم ما فيهوش غير فرد او اي مكان فيه جهة واحدة بس، دي مش حقيقية ولن تكون. المفروض انه يكون في خصم قدامك، والمفروض الافضل لما يكون في خصم او هو ده الصح اللي يجب ان يكون، انه يبقى في صراع مع الخصم، بس صراع انساني. يعني الصراع اللي كنا بنشوفه مثلا في الحروب اللي هو العصور الاولانيه بتاعتنا احنا في عصور انشاء الامه الاسلاميه في الاول، لما كان يبقى ايه بقى المعركه تدور بين الجيوش، وده بيموت ده في الصبح وفي الليل يجتمعوا عشان يسمعوا الاشعار ويتبادلوا مش الحاجات الجميله ما بينهم بعض، ويطلع الصبح يكمل مشوار القتال. انا بتكلم على روح تبقى كده، مش ان احنا نروح نقتل دلوقتي، برضه مش هو ده القصد خالص. اقصد ان يبقى في ادراك لانسانيه الخصم بتاعك، الخصم بتاعك لازم يبقى في ادراك. لو ما فيش ادراك للانسانيه دي، هو ده اللي موصلنا لفكره ان احنا تعال نزق بعض. يعني ما فيش يا تنزل انت بره يا مالكش مكان عندي. ودي مشكله حتى احنا دلوقتي بنتكلم على ان الاسلاميين بيمارسوا حته، او كان ده هو ده اللي بيقال ان الاسلاميين بيمارسوا فكره انه عايز يزقك عشان يوصل لحته معينه، الاقصاء. الاقصاء. طب ما هو انا برضو التجربه كشفت لي دلوقتي حاليا ان مش الاسلاميين بس اللي بيعملوا ده، للاسف احنا عندنا كل اللي بيقولوا ان الاسلاميين سيئين بيعملوا نفس الفكره. إذا كان ده أنت بتقول أنه بيقتلني بالرصاص أو بالسيف، فأنت بتقتله بالكلمة، أنت بتقتله بأنك أنت بتقول له اعتقله امسكه ما تقولش كلمة، أنا بس اللي عيش. فدي مشكلة. ولذلك ليه الشعب المصري أو ليه أي شعب في أي حتة ممكن يوصل للسلوك اللي احنا فيه ده؟ أنه هو في الآخر ملقيش مثقف حقيقي ولا رجل دين حقيقي يتكلم في مسألة أن الإنسان هو الغاية. الله عندما جعل الأديان في الأرض جعلها للإنسان،
مشكلتنا ان احنا قلبنا الفكرة ان الانسان طوعناه لفكرة الدين، وهي دي. انا هنا طبعا انا مسلم واعتز باسلامي واواهب ده، لكن احنا لازم نفهم الله عندما جعل الاديان جعلها عشان خاطر الانسان يستطيع ان يعيش حياه طيبه. انظر، مش حاسس ان احنا يا استاذ اشرف عايز اكمل الحته دي بعدين، هسيبك تقولها، بس مش حاسس ان احنا بدانا نتعافى ولو جزئيا من مساله الاقصائيه او مرض الاقصائيه وجرثومه الاقصائيه، ولا شايف الامور بتتجه للاسوء؟ لا لا لا، هو طبعا اللي احنا فيه ده اللي يشوفه على انه هو سيء في المطلق انا ارى انه مخطئ. اللي احنا فيه ده تفاعل، مرحله لازم نمر بيها عشان خاطر يحصل الـ 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 الاستقرار بعد كده، يحصل الـ 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 الاشياء الجميله ما بين الناس وبعضها. احنا دلوقتي في مرحله الزخم، ده بيكتشف ده وده بيكتشف ده وده بيعمل اكتشافات، بتحصل كشف عن حاجات كتير، في حاجات كتير كانت مدفونه وراضيين بيها، الكشف عنها طلع ريحه وحشه، بس بعد فتره الهواء النقي بيجي وبيشيل. يعني حضرتك شايف انه المرحله دي كشفت ما فينا من مفاسد، ما فينا من سوءات وعورات، بمثل ما كشفت ما فينا من نبل؟ تمام. احيانا يعني احنا لما شفنا حادثه القطار واحتراق المحطه، كثيرون بدأوا يعني يتنادون لنصرة هؤلاء والدفاع عنهم، يعني المرحلة كشفت ما فينا من عوار وما فينا من إيجابيات. لكن يعني دعني أصارحك، يعني أولا في محطة مهمة تستلفت نظر من يقرؤون لأشرف الخميسي، أنت بتعرض رجل الدين بشكل غير نمطي. تمام. يعني في شكل نمطي تكرس مثلا في السينما، لما أقول لك رجل الدين بيظهر في المخيلة الكاكولا صورة عبد المنعم إبراهيم، الفنان الراحل، يعني شخصية الشخص الأكول أو الشخص المزواج أو الشخص الذي يعني يحاول أن يشرع كل شيء، نظير أن يأخذ يعني. ويمكن إحنا نقدر نجيب في بعض اللقطات السريعة أن عبد المنعم إبراهيم يمكن من الممثلين اللي تحركوا في هذه المساحة كثيرا، يظهر فيها رجل الدين بشكل مثير للسخرية، مثير لضحكات الناس، مش بالشكل الفلسفي التأملي اللي انت بتصوره بيه. يعني وعشان اكون انا برضو يعني امين، في بعض شرائح من السينما المصرية صورت رجل الدين او الشيخ على انه يمكن ان يكون معبئا بالاحلام الكبيرة، يمكن ان يدافع عن المضطهد والمظلوم، ويمكن المثل الذي يأتي الى الرأس او المخيلة فورا فيلم شيء من الخوف. احنا شفنا الراحل يحيى شاهين وهو يلعب دور الشيخ المستنير الواعي الذي يدافع عن حقوق الفلاحين، والمشهد الشهير وهو خارج بكل أهالي القرية ويعني نداؤهم يصرخ في الفضاء جواز عتريس من فؤاد باطل. ويمكن حضرتك تعرف أكتر مني أنه أثار هذا الفيلم في الستينيات يعني مساجلات كثيرة، وأوشكت الرقابة أن تحجبه، وتدخل الرئيس الراحل عبد الناصر بعرض هذا الفيلم بكل ما فيه. لكن أنا شايف أن أنت رسمت رجل الدين بشكل آخر، أو ما حولتوش لرجل دين، حولته لمساحة من التأمل. يعني ما بصلك مثلا في منافي الرب، حجازي أنت حولته لرجل بتعبيرك أنت يبحث عن خلاص الروح. حجازي رجل يخرج على الفطرة في صحراء بيأكل 3 تمرات كل يوم الصبح، وكأنك متعمد أن تضع حجازي في حالة الفطرة الإنسانية قبل أن تمسخ أو قبل أن تحتك بالمؤثرات التي مسختها. حجازي خرج يبحث عن الآخرة، يبحث عن أسئلة المصير، يبحث عن الخلود، يبحث عن قضايا الموت والحياة. فحسستني أنك أنت في مسألة تصوير حجازي تتحرك بمنطق معكوس لمنطق المنطق النمط الذي رسخته السينما المصرية. هل كان هذا في مخيلتك، أم أن حجازي هو نفسه أشرف الخميسي الباحث عن أحلامه الكبرى؟ تمام. هو بس اللي أنا عايز أوضح نقطة هنا، أن يمكن قرايتك لمناف الرب كانت قديمة، فلذلك أنت بتعتقد أن حجازي كان رجل دين. هو حجازي ما كانش رجل دين، حجازي كان رجل من الناس العاديين، وبيدور على انه ازاي ببساطه انه بعد ما يموت ما يدفنش، وازاي يبقى موجود وسط الناس. طبعا احتك بقى في الروايه مع رجل الدين.
رجل الدين اللي دايما موجود قدامنا في الشاشات في الافلام او في التلفزيون هو دايما رجل من تقريبا كده من صنع خيال السيناريست او المؤلف اللي بيحطه، ما هوش او حتى لو كان تعامل معاه في الحياه فهو ما تعامل معاه تعامل سطحي. انا بما اني عشت في السلفيه 8 سنين فالثمان سنين في السلفيه خلتني دخلت جوه خوازيق هذا العالم اللي هو عالم السلفيه والمشايخ والدين و و و وشفت الانسان السلفي الطبيعي العادي اللي احنا نعرفه، مش السلفي والطبيعي اللي هو بيقدم دائما ولازم يقدم دائما في على الشاشات على انه الانسان الارهابي المتخلف الذي ينادي بالتخلف و و و و والعنيف واللحيه بتاعت ابو جهل والحدوته دي. لا، انا اللي شفته ولا هنا برضو، وارجو الا يعتبر الكلام بتاعي هو من قبيل ان انا اقول لك تعالى خليك سلفي، لا ما اقصدش ده، انما انا اقصد اقول هو ايه السبب اللي خلاني اجاوب على سؤال حضرتك ان انا ليه بقدم الانسان السلفي عندي او الانسان بتاع الدين، وانا ضد لفظ برضو او مصطلح او مسمى رجل دين. احنا ما عندناش، ما نعرفش فكره حكايه رجل الدين، هو رجل عايز يتشبه بالعصر السلفي، عايز يتشبه بكذا، متمسك حتى من غير برضو الجماعه السلفيين، في مسلمين طبيعيين جدا هو ملتزم وحابب انه يبقى يعني متمسك بدينه و و و لما نقرب من الناس دول ونتعامل معهم هنكتشف انهم ناس طبيعيين جدا. الراجل بقى اللي هو اللي عمل الحراك في روايه من رواياتي هو اللي اسمه الشيخ بيضون في روايه جو العظيم. هو هنا السلفي المتجلي جدا في عمل من اعمال الروائيه بيضون. هو اللي بيقاوح قدام المثقف ياسين، هو اللي بيقول، هما اللي بيعملوا الثنائيه ما بينهم من بعض، ثنائيه ان ازاي ده ياخد ده وازاي ده ياخد ده. فانا عايز كنت كل ما هنالك ان احنا نقول ان احنا يعني انا اقدر اقول في انا شايف توجه ان احنا لا ارفض كل ما هو له علاقة بالدين، ارفض السلفيين، ارفض كل الناس، كل الناس اللي هم ليهم علاقة بالدين، لكن انا شايف لا، المجتمع ده لن يصلح. مش اما تعالى ما ننكرش الحقيقة الموجودة ان هي انت تعيش في مجتمعات تضع الدين في اعتبارها الاول، فانت عشان تصلح يبقى لابد تتعامل مع كل اتجاه بيضع الدين في اعتباره الاول. فكرة انك تزقه مش هتقدر تزقه، ده كفيل يعني فيه كبير، وانت يعني مسألة لابد ان احنا نتعامل بحب مع بعض عشان نوصل ان احنا نعمل لحمة. احنا معانا بالمناسبة على الهواء غلاف احدث اصداراتك خروف وكلب. جميل. اظن انك انت في الرواية دي هتبدأ تخرج بقى من ثنائية الشك والايمان، ولا برضو حاضرة في نفس الفضاء النص؟ لا، هو كان في الروايات الاولين الاربعة الاربع روايات الاولين، الصنم، منافي الرب، انحراف حاد، ضرب الطبل، كانت بتتكلم في ثنائيه الموت والخلود. في باقيه على الفكره دي روايه وحيده ثانيه فاضله ان شاء الله هكتبها في الفكره دي، لكن جو العظيم وخروف وكلب هما روايتين يعني مهتمتين بايه؟ بالحراك اللي حاصل وسطينا في مجتمعاتنا اللي موجوده دلوقتي. بناقش القضيه دي عشان اجي في يوم من الايام انا ضميري كراجل بيكتب روايات او كراجل يدعي ان له علاقه بالثقافه يبقى حاسس انه على الاقل قدم كلمته في الروايتين دول. جميل. انا بحس دايما يا استاذ اشرف ان انت بتفر من الصور النمطيه، يعني اصل السينما المصريه من اول فيلم ليلى للممثله عزيزه امير سنه 27 فصاعدا خلقت عددا من الصور النمطيه. صوره نمطيه لرجل الدين، صوره نمطيه للمتشكك، صوره نمطيه انا بحس ان انت بتحاول انك انت تفكك هذا الخطاب السينمائي وتصنع صورا جديده، يعني ما بحسش ان، لكن بحس ان بتشغلك دائما هذه الثنائيه، فكره السرمديه، فكره الموت والحياه، فكره الشك والايمان، فكره اليقين والاهتزاز. يعني انا انست هذا لدى حجيزي في منافي الرب، حجيزي ذهب الى الصحراء الوعره. يعني انت مسمي الواحه الوعره، وعدت بنا مره اخرى الى عالم الواحه بكل فطرياته وصحرائه الواسعه. نفس الامر معاك في انحراف حاد. انت ما بعدتش عن هذه الثنائيه وظهر ايضا في عدد من الشخصيات. يعني انا هقول مثلا انت رسمت فعليا شخصيه الملحد. هو زياد في انحراف حاد كان ايه؟ ما هو بدا بهذه المساله. زياد انت قلت انه كاتب قصه وانه هو متشكك في طرح العقائد والأديان، ولما سمع القرآن السواق مشغله في شريط الكاسيت بدأ يطرح أسئلة،
ونتيجة أنه هذا أنه يعني الذين يستقلون الحافلة انهالوا على زياد ضربا. رغم أن أنت خليت مصير زياد بعد كده في سؤاله يتحرك في تطورات أخرى. يعني شخصية الملحد عندك ما كانتش نمطية، ده شخصية مهتز مرتبك اختلطت أمامه الأوراق، يعني ما حسستنيش أنه شخصية ثابتة، كانت شخصية نامية ومتحركة. هقول ده ورغم أن أنا عارف أن أنت هتتحرك تتكلم في ده لأنك ما بتحبش تتطرق لتجارب زملائك، لكن أنا بقول هقولها أنا حتى بصفتي قارئا أو ناقدا. لما طرح أحمد مراد موسم صيد الغزلان في روايته طرح شخصية الملحد بشكل ثابت، هو يعني نديم ملحد من أول صفحة لآخر صفحة، ونديم شايف أنه لما قالوا له أنت بتهين الإله قال أما أنا ما بهنش حاجة مش موجودة. يعني نديم ظل مصرا على إلحادي. أنت يعني الحقيقة ده موسم صيد الغزلان ودي من الروايات يعني اللي حققت يعني نسبة مقروئية في الفترة الأخيرة. بعض الناس اتهم أحمد مراد أنه هو بيجمل شخصية الملحد أو بيظهره بمشهد الكيوت اللطيف اللي كل اللي حواليه متوحشين وهو الذي يحاول أن يكون إنسانيا ويحاول أن يكون خيرا ويحاول أن يكون فاضلا ويحاول أن يكون متسامحا. أنت رسمت الملحد بمنطق آخر، منطق الباحث عن الحقيقة. أنا ما حسيتش أبدا في انحراف حد أن زياد الملحد ظل على قناعته للنهاية، حسيت أنه زياد يبحث عن الحقيقة. وهو الحقيقة أن يعني فعلا بعض من تعاملوا مع شخصية الملحد شايفين أنه هو بيحاول يكمل الطريق بس لا يجد من يأخذ بناصيته ليكمل الطريق. في مشهد رمزي الناس كلها لاحظته في روايتك أنه زياد في الآخر بيلاقي شخص مجذوب زي ما احنا بنسميه من المجاذيب وبيديله ورقة أو رسالة بيفتحها زياد فيجد فيها جملة الله ليس سبب المشاكل، الله ليس سبب المشاكل، حتى الجملة كان وقعها للقارئ غريبا. هل انت شايف انه شخصية الملحد بالفعل في واقع الحياة شخصية متطورة ونامية وأن قراره لم يختمر بعد؟ تمام. على فكرة الملحد ما هوش شخصية نقدر نقول إنها شخصية على جنب من شخصيات المجتمع. كل واحد فينا في لحظة أو في مرحلة من مراحل عمره شك وألحد. أنا من ضمن الناس اللي ألحدوا في مرحلة من مراحل حياتي. أنا اللي كان يكلمني على الصلاة أقول له كلام يخليه يعني أقنعه بأن الصلاة دي ما تنفعش. والفاتحة ما كنتش حافظها لغاية ما دخلت في التيار السلفي والمسألة تحولت معي اللي هو التبليغ والدعوة. الملحد هو إنسان ويجب أن يحترم وفكره كله يحترم الإلحادي إذا كان يخلص في المسألة بتاعت الإلحاد بتاعته، بمعنى هو فعلا مخلص للفكرة، هو يراها كده أنا أحترم ده فيه، طالما أنت تراها كده وتتكلم فيها كده أنا ما عنديش مشكلة. بس المشكلة الكبرى عندي لما انت تتحول الى مهاجم للاخر، انك انت تنكر وجود الاخر عشان تثبت وجودك انت بس. انا مع كل بني ادم مختلف في هذا العالم، مع اللي يعبد البقره ومع اللي يعبد التمثال. يعني انت شايف استاذ اشرف انه حتى الملحد في العالم العربي اقصائي؟ المشكله ان احنا دلوقتي عندنا اللي احنا بنقراه وبنشوفه اغلبهم ده. وعلى فكره انا مش فاكر، انا من النوعيه اللي على فكره بتقرا وما تحفظش اسماء الناس ولا اسماء الكتب. لكن انا قريت عن حد من اللي بره دول بيتكلم في مساله انه بيعتبر الجماعه اللي بيتكلموا في الفكر الحادي بطريقتنا دي هم من اهل الشوارع بتوع الفكره دي، لكن اللي هو بيحارب الجهات الثانيه. لكن الحادي الحقيقي هو الرجل الذي هو مهتم بالفكره، السؤال عنده فعلا سؤال حقيقي، سؤال مخلص، هو في ربنا ولا مفيش ربنا؟ طب المجتمع ده موجود ولا مش موجود؟ الناس موجوده ولا مش موجوده؟ وفكره كبيره جدا مدوخاه وهو عايز يوصل لها الحل يعني. فلذلك انا مع كل مخلص. ولذلك حتى الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام كان مع الرجل. وانا اظن سمعتك في مره حضرتك وانت بتتكلم في البرنامج وانت بتتكلم في القضيه دي انك اوردت الحديث اللي هو لما راح الرجل بيقول يا رسول الله لا نجد ما اذا تشق مش عارف سقط علينا من السماء. صحيح. فقال له بمنتهى الاريحيه وبمنتهى الحب قال له ده من الايمان. صحيح. طالما انه مخلص هيوصل للايمان. وانا بلاحظ حاجه يا استاذ اشرف الخميس، يبدو ان دي عيوب عربيه متجذره. يعني الملحد الاوروبي زي ستيفن هوكينج مثلا اللي بيعتبر راس الالحاد، لما تقرا له كتابه مثلا بريف هيستوري اوف تايم يقول لك ميبي قد يكون هذا صحيح، ما عندوش حته الدوغما او اليقين او اقصاء الاخر.
لما تيجي تشوف الملحد العربي تلاقي فيه كل داءات المجتمع العربي. عاوز يستأصل شأفة المتدين، عاوز يستأصل شأفة المغاير، عاوز يستأصل شأفة كل اللي حواليه ليبقى هو في جزيرة منعزلة. يعني حتى عيوب المجتمع العربي وصلت إلى هذه التيارات. للأسف، ما هو في الآخر هو الملحد العربي نبت إيه؟ ما هو نبت وسط عربي، لكن في الآخر برضه عشان ما حدش ييأس، عشان ما نيأس، حتى الإنسان الأوروبي المتحضر اللي هو دلوقتي بلغ فكرة التعايش مع الآخر بأريحية، مر في سنين طويلة جدا كانوا فيها برضو بيتقاتلوا بيرفضوا بعض وبيتباحوا بعض وعملوا من المهازل، عشان خاطر احنا برضو دايما كل حد فينا هنا من الناس التنويريين او اللي بيدعوا التنوير هو دايما يسترشد بيك بأوروبا اللي موجودة دلوقتي وينسى بلاوي أوروبا اللي حصل، اللي العالم العربي في منتهى تخلفه ما وصلش ليها. يعني في منتهى تخلف العالم العربي والإسلامي لم يصل إلى ما وصلت إليه أوروبا من الحضارات. يعني ما سمعناش مثلا عن حد عربي حاكم فرخ ولا مسك خنزير وراح أقام عليه حكم، ما سمعناش التخلف ده، ما وصلش، ما وصلنا لهوش. فلذلك أنا أرى أن إحنا دلوقتي في فترة أنا ألتمس فيها العذر للملحد على أساس أنه هو برضو التاني ناشئ في وسط بيقول له أنت ما تقعدش هنا. يعني في أصوات عالية جدا من المتدينين الأصوليين بتقول له ما تقعدش هنا. وعفنا يا أستاذ أشرف، إحنا برضو ابتذلنا لفظ الملحد. يعني مش كل شاب جواه شك، مش كل إنسان يريد أن يجدد الحقيقة الإيمانية داخله نضعه في مربع الإلحاد. أنت يمكن مسيت هذه النقطة، وعشان كده رواياتك كان فيها قدر من التوازن. بمعنى إيه؟ هنا مثلا، وانا برضو هقول الكلام ده يعني مش بالضرورة تعقب عليه لاني عارف ان انت متحفظ في التعقيب على اعمال زملائك. هنا النديم في موسم صيد الغزلان ملحد حالة سولو، عمال يعزف لوحده طول الرواية، مفيش صوت اخر، مفيش فكر اخر، مفيش طيار اخر، انا سامع صوت نديم من اول صفحة لاخر صفحة، الحاد 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 الحاد، وكأننا أمام لحن سولو. أنت ما بتعملش كده، يعني بتخلي المسألة عبارة عن ضفتين أو قطبين، واللي أرى ليك كويس انحراف حاد. أنا بقول ده لكل المشاهدين اللي ما قروش، أنت خليت العربية عربية بتتحرك نحو أسيوط، عربية نقل ركاب، حطيت في العربية كل التيارات اللي موجودة، وحطيت في الكنبة اللي في الأول شيخ وقص، شيخ وقص، يعني الفكر الديني كان ممثل، الفكر الإلحادي كان ممثل، الفكر العبثي والعدمي كان ممثل، حطيت في العربية كل حاجة. عشان كده بقول أنت بيشغلك دائما صراع الأقطاب. هنا أنا عاوز أخد رأيك في مسألة، هل تعتقد أن السينما المصرية تحركت في هذه المساحة بذكاء؟ يعني مثلا الناس بتفتكر فيلم حسام الدين مصطفى الإخوة الأعداء، وممكن بعض الناس يعني ممكن نذكر الناس حتى ببعض اللقطات من هذا الفيلم. حضرتك تعرف ان حسام الدين مصطفى خد هذا الفيلم من قصة داستايفسكي الإخوة كرامازوف. بتلاقي شخصية شوقي الملحد، ملحد ينكر كل حاجة، لكن في الضفة الأخرى في شخصية أحمد اللي بيحاول انه يكسر داخل شوقي هذا الإلحاد. شوقي بيتحرك بخطابه الإلحادي، أحمد بيتحرك بخطابه الإيماني، والسجال مستمر. ما يعني كأنه حسام الدين مصطفى فتح المسألة، ونشوف بقى السفينة هتوصل فين، المركب هتوصل فين في ظل هذا السجال. انت عملت ده برضو في انحراف حد، انت خليت الشيخ موجود، خليت القس موجود، خليت كل ممثل التيارات موجودة، حتى ياسر مبروك المعبأ بالظلم اللي هو بيمثل سواد الناس خليته موجود. هي عربية ابو اميرة اللي بيسوقها ورايح بها اسيوط، هي مصر، هي كل مجتمع يوجد فيه أفراد. طالما أي مجتمع هنلاقي الصراع ده اللي موجود، هنلاقي الاشتباك. فيعني أنا يعني ما بكتبش وحاطط مسألة مصر بالتحديد قدام عيني، لكن اللي حاطه دايما هو فكرة أي تجمع. ممكن طبعا بدون ما أستشعر أنا عقل أو عقل الباطن زي ما بيتقال أو كده أو الوجدان، ممكن يطرح طبعا من غير ما تحس انت كروائي حاجه ليها علاقه بالمجتمع بتاعك، يعني حاجه ليها علاقه بالمجتمع تظهر. وانا اعتقد انه ده فعلا حصل في 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 جو العظيم تحديدا، يعني في جو العظيم تحديدا حصل ده في خروف وكلب، على الرغم ان هي بتتكلم عن عالم حيوانات
وقطيع من الخراف ومجموعة من الكلاب والتصارع على السلطة والحدوتة دي ومين اللي كذا، إلا إنها في النهاية برضو أنت يقدر أو يستطيع القارئ أنه يأولها على مجتمعات. فطبعا هو بالتأكيد فكرة المجتمع حاضرة في نقاش في الرواية في أي حاجة. أما ليه أنا مثلا بكتب ده باختلاف عن بعض الناس أو بعض عن زمايلي أنا في الكتابة؟ لأن أعتقد هي التجربة لها أو الحياة والممارسة الحياتية لها دور. ربما كاتب بيكون هو حياته نفسها منغلقة على مجموعة من الناس أو التوجهات هي كده، ما بيعرفش يجيب الآخر. لكن أنا أشرف دعني أفرج عن السؤال لأنه يعني عاوزين نخرج بره الصندوق شوية. هو أنت من جواك خايف من الموت؟ أنت حسستني بده في ضرب الطبل. أنا حسستني أنه في شخوص معبأة حتى العظام بالخوف من الموت، لدرجة أنه في جهاز والجهاز ده بيعرفهم هيموتوا إمتى. فكل واحد عرف هيموت إمتى، اللي بقيله سنة هيتجوز واحدة بقيلها سنة هي كمان. حسستني بعالم جنائزي وخرجت فعلا بانقباض وبإحساس أنك معبأ زي دورين مات، زي عدد كبير من الكتاب كانوا معبئين بالخوف من الموت. أنت معبأ بالخوف من الموت؟ لا أخاف منه. ليه؟ وهو بسم الله ما شاء الله مليارات البشر ماتت بمنتهى البساطة. هو الخوف نفسه، الموت نفسه مش مخوفني. اللي مخوفني النسيان بعد الموت. الموت الحقيقي هو عندما تنسى. ويمكن دي قضية مناف الرب الحقيقية، الراجل اللي هو كل همه أنه مش عايز يدفن. هو ما عندوش مشكلة مع الموت، لكن هي مشكلته في أنه بعد ما موت أنا إزاي عمرت في هذا العالم وعملت كل اللي أنا بعمله ده ونشأت وتصارعت معاه، واجب منتهى البساطة أتحط في قبر وما أتذكرش. لا، أنا عايز أبقى زي حاجة محنطة وتبقى موجودة في البيت عشان ما تنسيش. فأنا خوفي الحقيقي أنا كأشرف الخميسي هو خوفي من النسيان بعد الموت، وبحاول أتغلب على ده بأن أنا أكتب. الكتابة والكتابة 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 بإخلاص والكتابة بضمير بتحقق الهدف الأسمى أو الهدف العام، هو إنك تعمل وعي، أو يا ابن الداعي إن إحنا بنحاول نعمل وعي. لكن الهدف الخاص هو إني أذكر إني ما بقاش شيء رحل عن هذا العالم ولا يتم ذكره. ولذلك كل بني آدم عظيم ليه كتاب موجود لغاية دلوقتي بيتقري، أنا لما بيقولوا مات بقول ما ماتش، طالما انه هو يقال ان ده كتاب فلان، ده كتاب فلان، فلان فلان فلان، لا هو ملء السمع والبصر وحي حتى لو راح بجسده. احنا في عقيدتنا في اسلامي انا مش خايف من الموت، لان بمنتهى البساطه هي مرحله هتعديها، يا رب نحسن العمل فنحروح لجنه وعالم جميل وعالم رائع، ما عنديش مشكله مع بعد الموت لو انا خدتها كمسلم. طب انا عندي سؤال، انا ساعات بحس او مش كده، مش انا فقط يعني، عدد كبير من قرائك اللي تابعوا الرحله من البدايه حتى الان ولسه طبعا دهاليز وتعاريج الرحله فيها الكثير ان شاء الله، بيحسوا انك ملمس مع مصطفى محمود في اشياء كثيره. انك انت بتحاول ان تجدد القضيه الايمانيه، انك انت اجتزت مراحل تحول جذريه ويمكن انت اعترفت ببعضها الان على الطاوله. مصطفى محمود ايضا اجتاز هذه المراحل، انه دخل في صدام مع بؤر محتقنه من الراي العام لما اتكلم عن الشفاعه، ولما اتكلم عن حتى في فترته الالحاديه في مقالاته الشهيره في روز اليوسف. ومصطفى محمود قعد 20 سنه في روز اليوسف. برضو انت دخلت في نفس المساحات المحتقنة او البؤر المحتقنة مع الرأي العام، سواء المسألة كانت كطرح فكري او حتى كطرح فني، ويمكن انا يعني ومن حقك ان تعقب على هذا او لا. حكاية إله السرد دي ايه؟ حكاية إله السرد دي طرفة خدها بعض الناس اللي هم يعني مش عاجبهم مثلا أشرف الخميسي في حاجة ما فحولوها الحقيقة. إله السرد هو لفظ طلع مني في ندوة في مدينة المنصورة، كانت أول ندوة بتتعمل لمناف الرب. فأنا بتكلم عن الواقع الثقافي اللي موجود في مصر وبقول إن إحنا عندنا أزمة. دايما الواقع الثقافي اللي موجود في مصر أو الإبداعي هو عنده حالة انبطاح لكل ما يأتي وافد من بلاد الغرب أو الشرق، أو انبطاح حتى قدام الرموز التي كرست. ده هنا أنا بتكلم، أنا ما هجيب لك بقى ليه إله السرد دي. فانا قلت كده بمنتهى البساطه، قلت يا اخواننا اذا كان لابد من احنا نستورد الهه من بره فيجب علينا ان احنا نصدر الهه عشان خاطر يبقى في حراك وفي اشتباك مع الاخر، ما يبقاش بس مصدر. يعني انت قلتها كمجاز افتراضي للسخريه من المشهد الثقافي وانبطاحي.
فقلت بس ليه ما تحطتش في السياق ده؟ لا ما انا هقول لحضرتك. فقلت انا بقى ايه اذا كان ده لابد يحصل فانا اله السرد اللي انا راضي ان انا اروح في الحته الفلانيه. طبعا الناس خدتها بمنتهى البساطه وسقفت وعادي عادي انقضى الامر وخلص، لغايه ما جت ندوه في المصريه اللبنانيه وبنناقش انحراف حاد، وكان معانا الاستاذ اشرف العشماوي هو اللي بيدير الموضوع. فلا انا بتكلم كده على الفيس، انا واخدين عني فكره ان انا صدامي او مغرور او الحاجات دي. لما لاحظ الحوار ان صدامي لكن مغرور لا ما اعرفش، هم واخدين برضو بيقولوا لي في ناس معتقده ده. فقال لي طب ما انت كويس اهو، امال ايه حكايه اله السرد؟ زي ما حضرتك قلت كده دلوقتي بالظبط. كان قاعد استاذنا ابراهيم عبد المجيد من ضمن الناس الحاضرين، فطلع اتكلم عن الفكره دي وقال يعني وضح ان كل مبدع هو اله سرده و و و و و و و وانا يا سيدي هو نازل بيربط على كتفي وبيضحك وقال لي انا مؤمن بيك اله السرد. كانت في اخت صحفيه موجوده راحت مطلعها للصحافه. فشاعت فكره اله السرد وان اشرف يعني الصياغه الصحفيه هي التي صنعت الفخ بالظبط، لكن انا لا اله سرد ولا الفكره دي خالص موجوده ولا ارى ان في مبدع استاذ اشرف الخميسي بيطلق على نفسه الفاظ. معانا دقيقتين فاضلين، اتفضل. رساله في جمله واحده، احنا شرقنا وغربنا، مرينا على السينما، على تجربه مصطفى محمود، على صراع الشك والايمان في اعمالك، على التحولات المجتمعيه اللي تشوهت مع الشخصيه المصريه والعربيه، شرقنا وغربنا في كثير من المحطات. على هامش واقعة الكمساري والوقائع التي حدثت في الساعات الماضية والأيام الماضية، رسالة واحدة في جملة واحدة توجهها إلى الشعب المصري، مش إلى المجتمع الثقافي فقط، إلى عموم الشعب المصري، ماذا تريد أن تقول للشعب المصري الآن؟ حبوا بعض. وده كلام يبدو بسيط أو كأنه ممكن حد يقول لك ده تافه، لكن ده مش حقيقي. لابد أن احنا نحب بعض، وإذا ما كناش نقدر نحب بعض على الأقل خالص نحترم بعض ونحترم اختلافاتنا ونتعامل ونبص في اللي إحنا وبنختلف مع بعض، نبص للنقطة اللي لازم إحنا متفقين مع بعض فيها من غير ما نحس، اللي هي الإنسانية. جميل. إذن بهذا النصح وبهذا التذييل الملهم المقتضب، أشرف الخميسي رسالته واضحة من خلال كل نصوصه ورواياته، من خلال مقالاته، من خلال مواقفه في الفضاء الأزرق ومواقفه البادية أو الواضحة في المقالات. لخص هذا في ذيل هذا الجزء الثاني من حوارنا الممتع معه، أحبوا بعضكم أو ليحب بعضكم بعضا. هو شايف أنه ترياق الحب، دواء الحب، أقراص الحب، حقن الحب، سميها كما تشاء، هي الترياق الوحيد للمصريين الآن. هو شايف حالة كراهية أو شكت أن تتحول إلى إقصائية، أو شكت أن تتحول إلى مكرثية، أو شكت أن تتحول إلى إقصائية. هو شايف أن الوطن لن يبنى بهذا الغل أو الحقد الموتور، ورسالته شديدة الوضوح. أستاذ أشرف، يعني في الجزء الثاني كنت ضيفا عزيزا لدينا، بالفعل نجحنا في أن نقرأ جزءا كبيرا من أشرف الخميسي من الداخل، وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات متجددة على هامش إصداراتك وأعمالك. بنشكرك على هذا الحضور، ونشكرك على رحابة وسعة الصدر أننا وجهنا كثيرا من المطاعن على الطاولة، تقبلتها بصدر رحب وفنت وأوضحت لنا أمورا كثيرة. نشكرك على هذا الحضور وعلى هذه الإطلالة، ونشكر مشاهدينا. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.